بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عندي ايه؟ عندي حاجة اقتصادية جدا بتتعمل باربع بيض، كوباية الا ربع دقيق، نص كوباية سكر، معلقتين نشا، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، هيطلع لي في حدود 30 قطعة جاتو. 30 قطعة جاتو مع شوية شوكولاتة او مربى، هنقدر ان احنا نعمل شغل مميز جدا 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 من السوس. العجينة دي ما بتحتاجش مني ولا محسن ولا بتحتاج مني اي مشكلة كبيرة، زي ما احنا شايفين عاملة ازاي، برغم انها لسه سخنة الا ان الشكل عامل ازاي. لو قعدت وبردت شوية، انا لسه لفه حالا وقلت اوريه لحضراتكم، مقاديره سهلة جدا، ما بياخدش في الشغل بالظبط تقريبا في حدود ربع ساعة تلت ساعة. يلا بينا نشوف عامل ازاي. يلا بينا. ده كده الجناش اللي انا هعمل بيه، هلف بيه السويس رول ده بدون محسن وبدون اي حاجه، وهتلاقوه عامل زي القط. شايفين قد ايه؟ ربع كيلو شوكولاته خدوا مني في حدود نص كوبايه ميه، عليهم معلقتين كريمه، من غير معلقتين كريمه مش مشكله ابدا. حطوا على النار هاديه جدا، ابتدى يسيح، واديته معلقه زبده صغيره، اهي الزبده اهي، يا دوبك الميه سخنت وهو ابتدى يسيح، بس هو لسه سخن، لازم اخليه يبرد والكيكه تبقى بارده طالما هلف بالجناش عشان ما تشربش من الشوكولاته. هخليه يبرد دلوقتي وهكمل تقليبه كده لما يتجانس مع بعض واخليه يبرد ونرجع نشوف ايه. يبقى ده الجناش اللي هنحشي بيه. طب عايزين نشوف مقادير السويس رول ده اتعملت ازاي. بيكون عندي 4 بيض، 4 ملاعق صغيرة فانيليا، نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 100 جرام سكر، نص كوباية سكر، 100 جرام دقيق، 3/4 كوباية دقيق أو تلتين كوباية دقيق، لأن الكوباية 150 جرام، تلتين كوباية دقيق، 25 جرام نشا اللي هي معلقة كبيرة ونص نشا. أول حاجة ببتدي إن أنا أحط المواد الجافة كلها على بعضها. آدي النشا، ادي البيكنج باودر، عشان نختصر المقادير دي كلها. وزي ما وريت لكم في الاول الجناش بيتعمل ازاي، ادي البيض، 4 بيض، ادي ربع معلقه صغيره فانيليا، وادي السكر. يبقى احنا اختصرنا المقادير على حاجتين، المواد الجافة والبيض والسكر والفانيليا. هنبتدي نخفق مع بعض البيض والسكر والفانيليا ونشوف هنكمل ونعمل ايه. ده بيعمل لي صاج كبير 30 في 40. في المرحلة دي ببتدي ان انا افصل. شايفين الطبق الـ4 بيض ماله الطبق ازاي؟ وهنا مهمة المضرب الكهرباء انتهت تماما، لان لو نزلت بدقيق الهواء ده كله هيخرج تاني. هنا الدقيق والنشا 3/4 كوباية دقيق، نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة ونص نشا، باخده على، لو نزلت مرة واحدة كده هيهبط الكلام ده. بصوا على 3 مرات، ادي كده جزء. شايفين التقليب عامل ازاي؟ عايز الخليط اللي قدام ده يفضل زي ما هو، لو نزل وهبط مني خلاص استك ولا يلف، يكسر يطلع زي رغيف العيش البايت. شايفين باخد ازاي تقليب عامل ازاي اهو. ناخد كمان مرحله، شايفين برش كحك بسكر اهو، وادي المرحله الثانيه، رشرشه، هو كوبايه الا ربع، هي 3/4 كوبايه، باخدها على 3 مراحل مع النشا. شايفين معلقة كبيرة ونص نشا، إلا لو عندي ميزان يبقى 25 جرام من النشا. السكر 100 جرام، نص كوباية، ممكن أخليهم 80، لأن لازم يبقى عندكم معلومة، السكر بينشف الإسبونج عندي أو كيكة الإسفنجية ويفرش البتيفور كتر السكر. شايفين الخليط احتفظ بقوامه إزاي؟ كده أنا مستريح نفسيا جدا. بجيب من تحت لفوق عشان الدقيق كله ما لاقوهوش تحت. شايفين التقليب عامل ازاي؟ جيب صاج 30 في 40
عليه سيليكون او عليه ورق زبدة ونزل لي بالخليط ده كله بالشكل ده اهو كل حاجة. وبعدين دي ميزة المعلقة السيليكون ده. هنبدأ هنا ده مش هيخش على درجة حرارة 180 زي ما بنعمل مع الاسبونج، ده بيخش درجة حرارة 210 دقايق بلاقي الوش اللي فوق ده احمر، ليه اكتر من كده ينشف واجي الف اليه يكسر معايا زي البسكوت. احنا شايفين الرق عامل ازاي، خلاص زي رغيف الفينو. رغيف الفينو بتلاقيه بياخد وقت عن الرغيف اللي هو البلدي او الشامي كده. الدنيا تمام معايا، يلا بينا ندخل فرن درجة حرارة 200 يلا بينا. ادي عندنا يا دوبك هم 10 دقايق بالظبط طلع الاسبونج. شايفين مالي الصاج ازاي؟ طالما عندي تحت سيليكون مفيش من الاطراف دي حتى لو اتجرحت مني، طالما عندي سيليكون تحت او عندي ورق زبده مفيش اي مشاكل. هو لسه سخن طبعا بس ما علينا، انا لازم اقلبه عشان يبرد. لما اشيل اشيل بالسيليكون ده، ارفع كده شفته، تعال لي هنا كده. شايفين الكميه اللي هو اداها قد ايه؟ ما تخافوش حتى لو اتقطع منكم ما تخافوش من اي حاجه. وبعدين هنعمل ايه كده؟ بنبدا الكلام ده كده نيجي نقلبه عشان هنحشي على الوش التاني اللي هو اللي هنا ده، او نحط الكلام ده على صاج ونقوم قلبينه عشان اعرف اتعامل معاه ما يتكسرش مني. نرفع ده كده. والنوعيه دي من السيس رول ممتازه جدا. ده الجناش اللي انا وريته لحضراتكم اول مربى في الاول. بصوا لما برد بقى عامل ازاي، مربى مشمش، مربى فراوله، كريمه، ده الجناش. بس لازم يكون عندي حاجه هنا ان الكيكه دي بردت، مش بردت سقت يعني. شايفين بقى عامل زي المربى ازاي؟ ضروري جدا. ليه؟ عشان ما تقومش سايحه شوكولاته على السخونيه والكيكه عندي تشرب يبقى لونها بني. هتتاكل مش هتقول لا، بس ضروري جدا ان انا احافظ على الموضوع دوت عشان ما تشربهاش. احنا عايزين الكيكه لونها مثلا ابيض والشوكولاته بني، او العكس الكيكه لونها لو الكيكه لونها بني يبقى الشوكولاته بيضة، جناش ابيض، كريمه. ولو عندي الكيكه بني اقدر اديها كريمه بيضة. فبلعب بالالوان هنا. في بعض انواع السويس رول اللي هو الجاكون حاجات كده ممكن تبقى صعبه عليكم شويه، لكن مع الوقت ممكن ناخدها. فردت الشوكولاته بتاعتي، بصوا مسكت ازاي؟ تمام. بسيب الاطراف عندي وهبتدي عايز الف الكلام ده. اعمل ايه بقى؟ عايزكم تيجوا كده عشان تشوفوا كويس قوي. باخد الكلام ده من هنا كده من اي اتجاه، ما تخافوش من حاجه برضه. في موضوع اللف ما تخافوش من اي حاجه. وادي كده بناخد اول جزئيه. بلف بالايه؟ بلف يا اما بالسيليكون اللي عندي، او شايفين مفيش حاجه بتتكسر ازاي؟ يا اما بالسيليكون اللي عندي او بورق الزبده. تمام مفيش حاجه اتكسرت، كويس جدا. هنقوم عاملين ايه؟ هنقوم عاملين كده وبايديا كده ونقوم لافين الكلام ده كده وندخله يسقع شويه. ممكن الفه بورق زبده، ممكن الفه باي حاجه، بس ما تقلقوش من اي حاجه. ادي قالب السيسرول اهو، سيبته في الثلاجه شويه بس عشان الحق اخلص لكم الشغل. بياخد معايا شويه سكر بودره كده، اعمله تورته زي تورته جزع الشجره. ممكن ان انا اطلعه بالشكل ده كده. وادي ناخد الاطراف كده
وادي الشكل النهائي بتاعه. لو عجبكم الفيديو بنعمل لايك وشير. قناة الشيف محمود عطية دايما ان شاء الله عندنا كل جديد ان شاء الله تكون مقاديرنا مظبوطة بالنسبة لكم. القاكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.